طمنا دكتور، كيف صار وضعه هلأ؟ حالته خطيرة؟ بابا اترك له مجال لحتى يحكي. ايه اطمن، هلأ هو منيح وما عاد في خطر على حياته. شكرا دكتور. حاليا طلع من العملية، كان عنده جرح صغير بالكبد وخيطناه، منيح لحقته بالوقت المناسب. الحمد لله اطمننا يا سامي، نحن عنا صار مثل الحديد. مظبوط اطمننا عليه. هلأ لساته نايم؟ ايه طبعا، لسه ما انتهى مفعول البنش، بس بعد ما يصحى رح يبقى تحت العناية، واحتمال بكرة الصبح تقدروا تشوفوا. ماشي شكرا دكتور. الحمد لله على سلامته. تسمحوا لي هلأ أنا عندي جولة. الله معك. بابا مع مين عم تتصل؟ مع سوزان، قلت بدي أطمنها، أكيد بيكون مشغول بالها. بابا هلأ وقت تطمنها؟ أي لازم أطمنها. ها عم يرن. سعيد عمي عم يدق لي، شو بدي اقول له هلا؟ ليش خايفه لا تردي عليه؟ ما بكفي دق سامي وما ردينا؟ والله ما بيهون علي بعمي، بطمنه انه نحن مناحه وبسكر. حبيبتي والله انا خايف ياسر عليك، اكيد رح يحاولوا يقنعونا لحتى نرجع لعندهم. والله سعيد ما رح طول وعد، بس خليني رد وطمنوا علينا. يعني شو رح يغيروا هالكلمتين؟ وبعدين نحن شو اتفقنا سوزان؟ مو قلنا انه ما رح نرد عليهم ليهدى الوضع؟ حبيبتي كرمال بدي توثقي فيني وتعملي يلي بقلك عليه، ماشي؟ يلا تعي. كرمالي اتركوا خليهم يروحوا، هن الاثنين بيحبوا بعض، خلص حل عنهم بقى. وانتي لازم تحلي عني، وهاد ما عاد بدي اياه. يعني ما بدنا نخلص بقى ونرتاح؟ روق، مين على التليفون؟ شاهي. هي كمان ما بدك ترد عليها؟ خلص طيب رح رد عليها، هي ما بتأذينا بحياتها، أساسا هي بدها مصلحتنا. يلا شو ناطر؟ ألو ليكي من أولها، لا تقليلي وينكن وإمتى رح ترجعوا، لازم ترجعوا. واصحك تقليلي أبوك مشغول باله عليكم، لأنه وقتها مضطر إني سكر التليفون، اتفقنا؟ شوف أنا ما عاد دخلني بشي سعيد، أنت وسوزان بتعملوا اللي بدكن يا. بصراحة حكيتك لحتى أسألك شغلة عن أخوك، بس بدك توعدني تحكي لي الحقيقة. خير شو صاير معك؟ باين على صوتك تعبانة، بس ما يكون حدا صاير له شي. مشان الشي اللي حكيته بالعرس اللي بيخص سامي، بتمنى منك إنك تحكي لي بصراحة. اسمع اصحك ما تجاوبني، لانه ساعتها رح ازعل منك. سعيد شوفي ليكون عمي صاير له شي. سامي بحب سوزان بنت عمك. سعيد احكي جاوبني بترشاك، سامي بحبها لسوزان ما؟ شوفي منحكي بعدين ماشي؟ أساساً هلأ أنت متضايقة شاهي لكي، وقتها ما بعرف كيف حكيت هالحكي، لا تفكري بالكلام يلي قلته. لك سعيد فهمني شو القصة، ليش لا تكون شاهي ناز متضايقة؟ بس ما يكون صاير شي مع سامي. اسمعي شو بدي قلك، هلأ كل شي رح يتغير فهمتي؟ صدقيني كلنا حنكون مبسوطين، كل شي حيتغير. نكون مبسوطين؟ بتعرف خليل كيف صار وضعه؟
شاهي شو بدنا بخليل هلا؟ طيب بتعرف شو صار معه؟ شو صار معه؟ بس ما يكون انتحر لما خاب أمله. شو؟ مين انتحر؟ اللي مين يلي انتحر؟ سعيد ليش ما عم تجاوبني؟ بس ثانية سوزان طولي بالك شوي. لا بس انطعم. كيف يعني انطعم؟ لك مين يلي انطعم؟ انت طعمته سعيد. لك شاهيناز انت شو عم تحكي؟ انا ما شفت وشه لخليل بالمرة. انا ما عاد دخلني بحدا، خلص رح بعد مثل ما كل الناس بعادوا عني. تعبت وما عاد اتحمل مصايب. ايه مثل ما بدك. وكيف وضعه هلا؟ سامي عم يدور عليكم هلا، والشرطة. ديروا بالكم على حالكم. مشان الله ليش يدوروا علينا؟ نحن شو عاملين؟ ليش؟ قولي لي. سعيد احكي لي شو القصة، مين عم يدور علينا؟ انتبه على حالك سعيد، احتمال ما عاد نشوف بعض مرة تانية. ليش لحتى ما عاد نشوف بعض بقى؟ فترة قصيرة وبنرجع أنا وسوزان على البيت. المفروض اترك البيت. هالبيت كان بيتي، وانت كنت اخي، وكنت لإلك ام. شاهي كأنه عم تبكي. صاير شي عندكن احكي، فهميني شو الموضوع. انا مسامحتك على كل شي سعيد، سامحني انت. ايه شاهي شغلتيلي بالي مشان الله فهميني شو القصة. قولي شو صاير معكم. أنا وسامي رح نترك بعض. سعيد شبههم مفكرين إنه أنا اللي طعنته. مو أنت يلي طعنته ما؟ لك انتي جنتي، ليش لحتى اعمل هيك شي؟ اساسا انا كل الوقت كنت معي. سامي عم يورطني بلا حكي فاضي سعيد. وليش لحتى سامي يعمل هيك شي بقى؟ عمل هيك لحتى يخلص مني. سوزان ما عاد نرجع. انسي البيت، ما عاد نرجع له أبدا. أنت معي للآخر. بعد ما صار في دفع مصاري حياتها ما رح ترجع. لا تجنني ماجد، ما بيكفي جبرتني أقول إنه الولد مريض لنرجعها لعنا؟ لك في حدا بيهون عليه يحكي عن ابنه هذا الحكي وهو ما في شيء؟ يعني كنتي عم تكذبي علي؟ لك كيف اجي هيك من قلبكم تتفقوا وتكذبوا علي؟ مو هيك يا امي، اكيد انت سمعتي غلط، بس كنت عم احكي له شو شفت بمنامي. طلعي بعيوني، طلعي بعيوني اذا كنتي عم تكذبي. اوف طيب خلص، نحن كنا عم نكذب، احمد ما فيه شي بنوب. ولك انتو ما بتستحوا ما؟ طيب شلون اجى من قلبكم تحكوا عن حفيدي هيك؟ عم تسألي ليش هيك حكينا؟ طيب مو انتي اصريتي نيجي على هذا المشفى؟ خدي شوفي هاي الفاتورة، مسكي مرت عمي. ليش لحتى تورجيني الفاتورة إلي؟ روح قول لأمك تبيع أملاكها وتيجي تسدد الفاتورة. وليش لا تدفعها أمي؟ مو انتي اللي اصريتي نيجي لهون على هذا المشفى؟ حبيبتي زكريا لأمك كم مرة قلت لها مشان ناخدك على مشفى حكومي؟ مو أحسن من هاد بالله يلي ما بيسمع كلامي هيك بتجي فاتورته. ليكي أمي لا تفهمينا غلط، ماجد قصده شو بتفرق المشافي الخاصة عن باقي المشافي الحكومية؟ حلو كتير، يعني أنا اللي طلعت غلطانة مو هيك؟ اسمعوا لا، ما بيكفي قبل ما تكتب الكتاب خليت البنت تحبال، وبعد عملتك السودة تهربت من كتب الكتاب، ولسه أنت طالع علينا بالعالي وقاعد بلا شغل. حلو والله، وما تضيل إياها عم تتصفن بالحيطان. وعلى قد ما زعلتها للبنت خليتها تجي على المستشفى وتولد قبل بوقتها، وعامل حالك مالك خبر، وبالآخر بتجيب الفاتورة وبتخلي حماتك تدفعها. ما حزرتوا ولا تتوقعوا مني إني أدفع عنكم قرش واحد أبدا. شو هالمسخرة؟ هلا بتنزل لتحت وبتدفع للمستشفى الفاتورة، عتفهم؟ امي لوين رايحة؟
استني لحظة. شكرا العياط. عجبك؟ لك وبعدين؟ ايه شو رح تعملوا هلا؟ بدكم تضلوا قاعدين عم تستنوا؟ حاليا رح نتخبى فترة لبين ما يهدى الوضع. هلا كنت اقول لك اهربوا سوا طالما انتوا بتحبوا بعض، بس مو تاخذها من عرسها. هذا اللي صار اغياد، وضعي صعب، ليش ما عم تفهم؟ هلا سامي والشرطة عم يلاحقونا. بوس ايدك لا تعلي صوتك وقت تجيب سيرة الشرطة، لأن الحيطان إلى أدام. مو قلت لي إنه خالك عنده أوتيل بأنطاليا، فيك تحكي معه؟ قل له إذا في مجال يستقبلنا بدون ما نسجل أسماءنا عنده. هي لك سعيد شو بك ما عاد جمعت؟ قلت لك من زمان إنه خالي فلس وترك إيطاليا وسكر أوتيله ورجع لهون. طيب نحن شو نعمل هلأ أغياد؟ شوف هلأ أهل أمي في عندهم بيت صغير وبهي الفترة بيكون فاضي، روحوا لهنيك بالقارب 10 دقائق وبتوصلوا. شو ناطر يلا؟ بس في شغلة صغيرة بدي أقول لك إياها، إنه البيت تعبان شوي من جوها. لك أخي مو مشكلة، كيف ما كان يكون نحن بدنا إياه فترة قصيرة، لازم نروح بالقارب معه. إيه بس ما يكون ناقصه أغراض. بصراحة يا سعيد ما بعرف، أنا علي أحكي لك مع الناطور خليه يعطيك المفتاح وأنت دبر حالك. شكرا كثير أغياد، عن جد أنت شهم. انتبه على حالك. وأنتو كمان أغياد، إذا سألك سامي عني ما تقول له شيء. ما شفت وشي تمام؟ ما رح أحكي له أكيد، بس بصراحة سامي ما منعرف شو ممكن يطلع معه. تتذكر شو عمل من فترة؟ هلأ المهم أنت ما تحكي له شيء، إيه؟ وخليك هادي وأنت عم تجاوبه. هو أصحك تغلط بشي كلمة ماشي؟ مبروك. بابا ما رح فوت معك لأنه عندي شغل. أي شغل؟ هلأ وقت شغل؟ تعرف رفيقي توفيق؟ ضروري كتير إني أحكي معه، بدي أشوف إذا صار عنده أي معلومات عن يلي طعن خليل. آه. إذا هيك روح، بس رجع بكير. بعملتك كسرتني يا سعيد، ليش عملت هيك؟ ألو توفيق، أنا لازم أحكي معك ضروري. ماشي شوي وبكون عندك. روحي فيقي سوزان وخبريها أنه خطيبها صار منيح منشان تطمن. خليكي أنا فيقة. بس سوزان مو بغرفتها أساساً. خليل ما عاد خطيبة. لك شو يعني؟ شو عم تقولي أنت؟ شلون خليل ما عاد خطيبها؟ وشلون ما أنا بغرفتها؟ الظاهر أنت مالك عارفان شو الموضوع. هاي سوزان قبل ما تعرف شو صار مع خليل وأنه انطعنوا حملت حالة وراحت. بصراحة ما بعرف شو صار معهم بالضبط، شاهي ناس بتحكي لك كل شيء.
شاهيناز، ليش ضابط شنطايتك؟ مشان الله فهموني شو عم يصير بهالبيت. بدي روح بابا. أنا وسامي رح نترك بعض. ولي عليك شلون عم تتمسكني، الله لا يردك. عذروني إذا أسأت بشي وسامحوني. لك شو هالحكي يا بنتي؟ لأنه هاد قرار سامي الأخير. وقت كنا بالعرس إجا قدام كل الناس ورمالي الخاتم بخلقتي. شو القصة؟ أنتوا كنتوا عايشين وما أحلاكم، شو صار لحتى بدكم تنفصلوا؟ شو السبب؟ ما فيني أحكي أكتر من هيك عمي، بعدين سامي بيحكي لك. تركي لي هالشنطاي وما رح تطلعي، وما بدي إياكم تجيبوا سيرة الطلاق بنوب. يا ريت كانت الشغلة بإيدي عمو. لا بإيدك، بعيلتنا ما صار في طلاق أبدا، وأنا ما بسمح له. وسامي بيكون معصب، من شان هيك كان بده يطلق. بوس إيدك، بكفي قلبي انكسر. يا بنتي أعطي فرصة لسامي. وشو ما كان صاير بيناتكم، عدو حلو كل شيء، كرمال خاطري إذا بتعتبريني بمقام والدك بتسمعي اللي عم قوله. بنتي شوفي خليل شلون صارت حالته، وسوزان لهلأ مو مبينة. على فكرة قبل شوي أمينة قالت إنه سوزان مو بالبيت. أنت بتعرفي وين ممكن تكون؟ بس يجي سامي هو بيقلك. ليش بده يقلي بنتي؟ صاير شي ما بعرفه؟ ليش ما حدا عم يحكي لي شو عم يصير هون؟ اهدى عمي، خلص لا تضايق حالك، اقعد وارتاح. ما في شي بيخوف، لا تشغل بالك، سوزان عند رفيقتها. انا رح ضل قاعده جنبك ليرجع سامي على البيت. المشاهدين، سنقوم بتغطية خبر محاولة قتل العريس خليل جانداش خلال حفل زفافه. هات من ايدك، شو عم تعمل؟ اسطنبول وانتهى بكارثة. شبك شو صار لك؟ معظم وسائل الإعلام، حيث تعرض العريس للطعن بالسكين، ولكن حالته مستقرة الآن حسب معلومات من المشفى الذي نقل إليه. السيد خليل جانداش الذي تم طعنه يعمل في إدارة شركات أحمد تونجا، لذلك هناك آراء متضاربة حول ما حصل، ولم نتأكد بعد ما إذا كانت الحادثة بسبب خلاف شخصي مع الفاعل أم أن الحادثة سببها منافسين في العمل. وحسب الإفادة التي قدمها للشرطة أنه سيدلو بشهادته بعد إجراء العملية، وسيذكر اسم الشخص الذي قام بطعنه خلال الحفل. وننوه للسادة المشاهدين إلى أن هذا الحفل حضره شخصيات ذات وزن في الدولة ومن جميع فئات الشعب. إذا فتحت أمك كلمة رح تروح فيها يا فياض، وشبابك رح يضيع بالحبس. هيك لكم، فاتوا تعالوا للعريس. بتحب اطلب لك شي تشربه؟ لا توفيق، مو جاي على بالي. المهم هلأ أني محتاج لمساعدتك. إذا مشان الشخص اللي طعن العريس لا تاكل هم، فيني وصلك لقاله فورا تكرم. هالحكي مو وقت ابنه، الموضوع هو سوزان اللي هي نفس العروس. سوزان هربت مع أخي سعيد. أنت شو عم تحكي سامي؟ يعني أخوك هو اللي ضرب صهرك؟ ليك آسف إذا حكيت بهي الطريقة، بس من كلامك هذا الشيء اللي المفروض أفهمه. مو هو، بس أنا خايف إنه الشرطة هيك يفكروا. إيه؟ المهم توفيق،
سعيد وضعه كتير بخوف وأنا بدي إياك تساعدني. ضروري لاقيهم قبل ما تلاقيهم الشرطة. بردون. أهلين بابا. بابا في مجال نحكي بعدين؟ طيب طيب بعد شوي راجع. أي توفيق، شوف لقلك القانون ما لازم نتخطى، عم تفهم؟ ومستحيل بحياتي فكر أني أزيلك شغلك. إذا سعيد متورط بهالقصة وقت صدقني بإيدي رح سلمه للشرطة، بس لازم أني شوفه قبل ما يوصلوا للشرطة، عم تفهمني مو؟ طيب سامي خد سجل لي رقم سعيد والبنت يلي معه، رح أسألك بمركز تعقب الإشارة، بس يحكي دغري بيصير فينا نحدد المكان. أنا صار لازم أمشي توفيق، هالشغلة مهمة فوق ما تتخيل. بعرف بعرف، لا تأكلها. بتشكرك توفيق. سعيد، طيب ليش ما عم نروح لعند الشرطة ومنحكي له؟ ما رح يصدقونا. اسمع، بابا كان يقول لي قد ما حاول الإنسان إنه يخفي الحقيقة بالنهاية إلا ما يجي يوم ويوضح كل شيء. يمكن معك حق حبيبتي، بس لوقتها شو بعمل طيب؟ رح انحبس. مستحيل، ما رح يتركوك بالحبس، ما في شيء تخاف منه. من هلأ ليطلع القتل الحقيقي لازم ما حدا يعرف وين أنا، ما ضل قدامنا أي شي نعمله. طيب مساء الخير أخي. مساء النور. القارب إمتى جاي؟ بكرة 8 الصبح. بكرة 8 الصبح؟ تبع المساء إمتى راح؟ تغيروا كل المواعيد، يا ريتك سألت عن المواعيد قبل ما تجي. بس لحظة، هنن قالوا لنا إنه في المساء، مشان الله نحن لازم نطلع بأي طريقة. والله ما فينا نعمل شيء استاذ. شو ما في قارب لبكرة الصبح. شو بدنا نعمل هلا؟ مضطرين نبقى. رح نروح على الأوتيل؟ مو ظابطة بالأوتيل، هيك رح يلاقونا عن طريق الهويات. لا تاكليها إلا ما نلاقي مكان هون نروح عليه. اطلعي. سوزان منيحة بابا، أنا حكيت معها، هي راحت لعند صفاء وقالت بدها تبقى عندها. طالما نحن موجودين ليش لا تتصرف من حالها وتروح؟ بعد الشيء اللي صار معها اليوم ما بعرف شبهها. شاهيناز حكت لي شو صار بخصوص موضوع طلاقكم، هذا الحكي مزبوط؟ مزبوط بابا. بعد ما سمعته صار فيني امشي. انا لسه ما خلصت كلامي لك. ابني بعد عشرة كل هالسنين مع بعض معقول بدكم تنهوا حياتكم بهالسهولة؟ وقت نحن ما نتفهم هالقرار بيكون مناسب. هاد اسمه خراب بيت يا سامي، حرام. اتركه على راحته، خلص عمي هو اخذ قراره. وهيك وقت اللي بترمي لها الخاتم ما بيكون طلاق، بيكون ولدنه. ابتعدوا بتحلوا لي هالمشكله. طول عمركم عايشين مبسوطين، شو يلي تغير؟ شو يلي بدنا نحله بابا؟ لا ما راح اسمح لكم تتطلقوا طالما انا موجود، راح تقعدوا وتحلوا الخلاف.
ضروري انكم تتناقشوا من شان تحموا عيلتكم. سامي عم تفهم؟ موضوع الطلاق بتنسوه. يا ربي كل ما عم بخلص من قصة بتطلع لي قصة اكبر. لك انتو ما انكم صغار، حطوا عيلكم براسكم. الرمال هالخاتم قال الشغلة لعبة ولاد صغار. ما يعني ما لقيتي غير هذا اليوم لحتى تحكي له هالموضوع؟ ما كان قدامي خيار تاني. كيف بدك ياني ضل عايشة مع شخص صار لي معه سنين من أول مشكلة ربالي الخاتم؟ ما حبيت روح قبل ما استسمح من عمي. مو أنت عم تشوفني إنه غلطانة؟ القرار يلي أخدته صح؟ هل ارتاح ضميرك سامي؟ مالي ندمان على قراري ابدا، وما رح اتراجع بنوب. اذا مفكر رح اترجاك لتغير رايك معناتها انت لهلا ما بتعرفني. كنت أول حب ومن أول يوم. أنت الزلمة الوحيد اللي عرفته بحياتي. اهتميت بعائلتك أكتر من عائلتي. ضحيت بشبابي كرمالك. ولما كنت حامل نزلت الولد أول ما طلبت. وبعد كل هاد تجي بكل برود بترمي لي خاتمك. لك وقدام كل الناس. حتى انه تقول اسف استكترت علي. ما بستاهل منك هالشي سامي. كرمال ما عزتك رجعت حكيت مع سامي. ما بيطلع بإيدي أكتر من هيك. أنا آسف بابا، بس هذا كان قراري. يا الله شو هالمصايب يلي ما كانت تخلص. يا ربي حياة ابني عم تتدمر بهالبساطة قدام عيوني، وبنت أخي لهلأ مختفية. حكيت مع صفاء قبل شوي. سوزان ما راحت اليوم لعندها. لا تدور على سوزان عمي. شهيناز هربوا. هي وسعيد هربوا سوا. شهيناز شو عم بتخبصي؟ يعني لأمتى بدك تخبي؟ هربت هي وسعيد؟ سوزان وسعيد من زمان بيحبوا بعض، ومشان هيك هربوا سوا. مستحيل. لا أكيد في شي غلط. سوزان بنت عمه لسعيد، يعني مثل أخته البنت. إن شاء الله مبسوطة بعملتك. لو ربيانين سوا كانت صارت مثل أخته. هلأ حقهم يحبوا بعض. أنا ما حسبت هالحساب لما جبت بنت صبي على البيت. أنا كنت سبب هالشي اللي عم يصير. لا تلوم حالك بابا، هذا مو ذنبك أنت، وسوزان ما فيكن تلوموها. هذا كلياته من طيش سعيد، ومن اليوم ما عاد منرق له أي شغلة بدون حساب. شو ما عمل كنا نقول ولد ونمرق، وآخر شي الضحك على عقل هالمسكينة. كل شي عملته سوزان عملته بكامل رغبتها، وهي قالت لي إنها بتحبه لسعيد من زمان. وانت بتعرف شو طريقة تفكيرها، بس هالشي ما بدك تقوله. ما في داعي تحكي هذا الحكي يا شهيناز. اثنيناتهم ما بيحبوا بعضهم، عم تفهمي؟
ذوقي. قدرت تعرف وين مكانهم يا توفيق؟ من وقتها وأنا عم دور عليه، وصلت إشارة من موبايل سعيد. من وين وصلت الإشارة؟ من منطقة تاكير داي. تمام، هلأ بروح بدي أشوفهم ضروري. لوين بدنا نروح؟ خلاص وصلنا. عمي رضا؟ تفضل. معقول ما عرفتني؟ شو نسيتني أنا سعيد؟ أهلين سعيد، صار لي زمان ما شفتك. آخر مرة شفتك فيها كنت لساتك ولد، وما شاء الله هلأ صاير قد الحورة. حقك علي ما تذكرتك فورا. طيب خليني أعرفك، سوزان. أهلين المدام. شرفنا. شرف إلي يا بنتي. مبروك يا سعيد، جواز الدهر إن شاء الله. تفضلوا اشربوا شاي معنا، طالما أنتوا جايين لهون أكيد ما عندكن شي. أي والله يا عمي، تعالي خليني أنا أتصرف. إيه تفضلوا ارتاح. عادي أنت. شرفتوا. روق يا بيك، طول بالك بلا ما يصير لك شي. إذا ضليت هيك مقهور والله بيصير لك شي من كتر الزعال. كيف حاسس حالك بابا؟ الحمد لله أحسن شوي. صار لازم روح بابا. شاهيناز، انت مو بس مرت ابني، انت بنتي واكتر. بتعرفي هذا الشي؟ معه الله على هذيك الأيام شو كانت حلوة. أحمد تونجا كان يمسك سعيد من إيده ويجيبه لعنا، كل أسبوع كانوا يجوا لعندي وكنا نطلع سوا على البحر. شو كان محظوظ هالولد، كل ما كان يرمي السنارة بتطلع معه سمكة ونحن قاعدين عم نتفرج عليه. بس السمكة هالمرة بتطير العقل ما شاء الله. إيه الله يبعث لكم أيام حلوة. شكرا عمي. آمين. لسه ما خلصنا من أخوك، صار دورك أنت. لك صحيح سامي ليش ما عاد اجا؟ ولا شيء، بس بهالفترة مشغول شوي. سيدي على خير ان شاء الله. طيب عمي، نحن صار لازم نمشي. خذوا راحتكم يا ابني، لسه بدنا نطلع بالقارب على أفشي. طالعين على أفشي؟ ايه حجزنا بوتين. امتى؟ بعد شوي. بس يا ابني بهذا الوقت ما في قوارب، اخر قارب راح العصر من هون. شو عم تحكي؟ نحن كنا حاجزين، ليش تغيرت المواعيد؟ غيرون. يا الله، بدنا نتغلظ عليك عمي. في مجال توصلنا لهنيك إذا ما عندك شيء؟ بدك تروح بهالوقت؟ المنطقة بعيدة ودايما بالليل بيصير في هواء قوي كتير، يعني بهالجو القارب ما رح يتحمل. شو عم تحكي انت عمي؟ ليك القوارب ما عم تتحرك من مكانها. اي طبعا، لأنه انت بالمينا ما رح تحس بالهواء، بس بنص البحر بيكون أقوى.
لو سمحت عمي، نحن موعدين رفقتنا ولازم نمشي. صدقني ما بقدر، أنا برأيي خليكن الليلة هون، هيك أأمن للكل، وبكرة الصبح بتروحوا بالقارب وبتصلوا بخير وسلامة. ماشي عمي، مثل ما بدك، رح نعمل اللي بتشوفه. مضطرين نبقى بالأوتيل والصبح بكير نطلع. ماشي يا ابني، على راحتكم. طيب عمي، عن إذنك. تشرفت بمعرفة. أهلين يا بنتي. يلا. وقلت لي ما فينا نروح على الأوتيل؟ إن شاء الله صدقتي الكلام اللي قلت له يا ابن أمه. لمين بده يطلع؟ من كل عقله بده يدفعني الفاتورة. خد فاتورتك، أنا قادي عم عاتبه إذا بنتي عم تعمل مثله. شو هالجيل هات؟ والله الواحد لازم يحس بأمه. شاهي؟ شاهيناز؟ لا تكوني، لا يا ربي دخيلك. سعيد لوين رايح؟ بدنا نستعير القارب تبعه. بس انت ما اخذت اذن. ما رح اخذ اذنه. يلا اطلعي. ليش بتعرف تستخدمه؟ طبعا بعرف، انت مو بتثقي فيني؟ انا بوثق فيك. تعي. يا الله، يلي يخرب بيت بنتي، إن شاء الله يخرب بيته وما يدهنا. لوين بدنا نروح؟ حياتي لوين ما بدك منروح. برأيك رح نلاقي شي جزيرة؟ طمني انتي، إلا ما نلاقي. لا تاكليها، بس الشغلة بدها شوية وقت، لازم تطولي بالك. ايه انتي منيحة؟ ليه كأنه عم نقرب كتير على الصخور؟ لازم نمشي جنبهم لأنه الموج كتير قوي. من هون للصبح بيهدى البحر، وبعدين لا تخافي، هاي سواقتها أسهل من السيارة. طمني حبيبتي. ما بعرف، بس أنا كتير خايف. بعرف، حاسس. هلا ما بدي شيء يشغل بالك غير إنك توصلي على الجزيرة. المهم تطولي بالك وتعطيني وقت. We'll be right back.
سوزان وين رحتي؟ سوزان وينك؟ سوزان!